I'm here to tell you the truth. هذه الحلة البيضاء التي كست مرتفعات جرادة بعد تساقط الثلوج نهاية الأسبوع الماضي بسمك بلغ 5 سنتيمترات، وإن كانت بشير خير ونفع على صعيد الزراعة ومخزون المياه، فإنها حملت بين ثناياها بالمقابل نذر معاناة وقسوة عيش لسكينة البوادي، كما هو الحال هنا بالجماعة القروية العوينات. فاش كي تحت الثلج كانت تكرفصوا بزاف، تكرفص لتكرفص، طاح لنا المريض نهزوه على ظهورنا نجيبوه حتى لهنا للطريق. القنطره اللي عندنا مشكله، والبرد والثلج راكم تشوفوا فيه تكرفيس، هاي تكرفيس، هذا هو المشكل ديالنا. ما الا خسر نروح نقرا. عندما نتوجه الى المدرسه غالبا ما تعترضنا صعوبات المسالك الوعره وموجه البرد الشديد. وامام تجمد اوصال الحياه الطبيعيه بالدواوير النائيه، لا ملاذ للسكان من تاثيرات موجه البرد القارس الا اللجوء لاستعمال الفحم الحجري. ثمنه المناسب الذي لا يتعدى 100 درهم لكيس من 80 كيلوغراما، واستخداماته في مجالات التدفئة وطهي الطعام وتسخين الماء يجعل الفحم الحجري مادة لا تكاد تستغني عنها الأسر بجرادة. احنا رحنا ساكنين في جرادة ونشرب الشربون ونفوتوا هذو الأيام نتاعو عندنا الشتاء على خير باش نشدوا صحاحينا، والحمد لله رب العالمين. 3 شهور شتاء وثلاثة ربيع، هذا غير برد، هذا غير برد، ونشريو الشربون على قد الحال ونسخنوا احنا والوليدات ونديروا الماكله عليها وكل شيء. استهلاك الفحم الحجري على نطاق واسع بجرادة يطرح سؤال الاستعمال الصحي لهذه الماده الحيويه، حيث يؤكد الاطباء ضروره توخي الحيطه من التاثيرات السلبيه للفحم الحجري خاصه على المصابين بامراض الربو والسيليكوز، وفي جميع الحالات لا محيد من التزام القواعد الصحيه. احنا نقدروا نعطيوها هي تكون لايراسيون في ديك المنطقه في البيت اللي يكون فيها ولا في الكوزينه، يكون لايراسيون، ومن الاحسن لان عنده واحد لاكلي باش كيبلعوه وداك الشيء، يعني في الليل ما يبلعوش ديك لاكلي لان كيرجع يقدر يرجع ديك الرائحه. هذا وقد عاد انفراج الطقس ليخيم على أجواء جرادة عاصمة الفحم الحجري بالمغرب لسنوات طويلة بعد الاضطرابات الجوية التي عرفتها المدينة في الأيام الماضية والتي أدت إلى تساقطات ثلجية ومطرية هامة.